سبب الشبورة حادث مروع يؤدي إلى مصرع وإصابة 17 شخص في بني سويف. شهدت محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء حادث تصادم مروع بسبب الشبورة المائية أسفر عن مصرع وإصابة 17 شخص. تلقت السلطات بلاغ بوقوع حادث تصادم بين حافلتين أو أتوبيسين لنقل الركاب وشاحنة بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، أسفر عن مصرع السائق وإصابة 16 آخرين. بدورها دفعت السلطات بسيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، فيما أوضحت التحقيقات أن انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية وراء وقوع الحادث. كما سرعت قوات الإنقاذ بإزالة آثار الحادث وانتشال السيارات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، فيما أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.